اللغة العربية نيتين رابلا هي لغة من؟ جمتين جون ها شق زكريا لغة من؟ اللغة العربية لغة من؟ أشوفتو بنتين رابلا ما هي لغة أهل مدغشقر؟ لا لا هذا يتكلم ها؟ الملغاش هذا خطأ ترجم يقول لغة مدغشقر هي لغة الملغاش غيرهم في التني والمدغشقر زين تلقاس ديسو فلاي خطأ هذا ديسو ما هي لغة كل مسلم؟ ينفلايني تني اسلام تركني ما هي لغة كل مسلم؟ اللغة العربية دونك تنراب زيني يفتن اسلام تركريك اللغة العربية ليست لغة العرب نتنراب فلايني ايتش فولنا تفتن عرب كل مسلم لابد يتعلم مقدار من اللغة العربية لابد عندنا تعلم واجب من اللغة العربية على كل مسلم تنغمار ويزل تن عرب ويتش تن رازنني عرب فجو تن نبني اسلام ريتا ريتا ايرانتان كاتسكا فلانس ويتش منغالا بازن في نارنا تن عرب كقراءة الفاتحة تؤمني في نارنا سورة الفاتحة قول الله أكبر اللي في فلاننا وي الله أكبر السلام عليكم اللي فغنو فغن السلام في ربان إذن عندنا مقدار واجب على كل مسلم يتعلم من اللغة العربية. زمان مسفتة مزيرة زيني تسمينتي هي نارات كنتين عرب. كاركول أنا تسمينتين عرب أنا هم بياسة لي فتين نمبارة نبتو لي تكبيري لي سورة. أنا تسمينتين أنت تين عرب. الطالب طالب العلم إذا كان لا يتعلم اللغة العربية هذا ليس بطالب علم هذا عامي. دونك زلان فلان بيان تراك يسكو تسنان تتين عرب يو فلان تي بيان تا يو زين كرا وطوتا وطوتا كيف يفهم القرآن والسنة كيف إذا كان لا يعرف اللغة العربية كرا كور فلان يحفا ترانو ني محاكاسك ني قرآن سني حديث أنا كنت ميتين عرب مثل الأعمى يكون أنا فلان كرا والجامبا من يقود يقود هذا المترجم هل يقولوا تركنو زيني ترجبتين دون بندكتين ممكن لا يذهب به إلى المسجد، يذهب به إلى السوق. بسيب لو الجامع تركنه بلانس ده موسكي أنا تقول ده موسكي عند إذن بازار. أقول صلي أنا. إذا بلام نو يت موسكي بازار يت مصلي نو زين. ما السبب؟ هناك سبب من الأسباب التي أدت لانتشار البدع هو عدم معرفة اللغة العربية. ميس كرزنا كوزنا أنت مارمار يباريتان رفورم أنت نفنو الإسلام. أنا أقول لك أن هذا المشروع هو أن